مازال الشيخ سلمان العودة يقبع في الحجز ويقبع في السجن ومطالبات من النيابة السعودية بقتله تعزيرا. الشيخ سلمان العودة واحد من علماء الأمة، ليس فقط علماء السعودية إلا أنه واحد من العلماء المعدودين في هذه الأمة، وهو داعية ومفكر إسلامي سعودي بالطبع. تم اعتقاله يوم 9/9/2017 وتم احتجازه فيما يسمى بموقعة أو معركة أو مسبحة المشايخ في السعودية. الشيخ سلمان واللي تم اختياره سنة 2018 بشخصية العام الإسلامي في الاستفتاء اللي اتعمل على موقع شبكة رصد خلال الساعات اللي فاتت حملة دولية للمطالبة بالكشف عن مصير الشيخ سلمان العودة، أيضا بالكشف عن أو بتبرئة وخروج الشيخ سلمان العودة. حساب معتقل الرأي شارك في هذه الحملة على لسان عبد الله العودة ابن الشيخ سلمان، بيقول بقينا شهور طويلة لا نعرف إن كان والدي الشيخ سلمان العودة حيا أو ميتا بعد أن تم اعتقاله، ثم لما سمح له بالتواصل عرفنا إنه كان قد مر بظروف قاسية وأنه دخل المستشفى، والأصعب أنه إلى هذه اللحظة لا يزال في العزل الانفرادي من دون السماح له برؤية أحد. فيديو تم نشره أو تم تسجيله لصالح بي بي سي تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتحدث هو عبد الله العودة ابن الشيخ سلمان العودة. إلى هذه اللحظة التي تحدث إليكم فيها لا يزال في العزل الانفرادي من غير أن يسمح له بالتواصل مع أي سجناء آخرين. في 4 سبتمبر 2018 قررت الحكومة السعودية ممثلة بالنيابة في ذلك الوقت، النيابة العامة في السعودية، بأن تحول الوالد لمحاكمة سرية، وعلى إثرها حولت كثير من السجناء السياسيين إلى محاكمة. إذن كان هذا كلام عبد الله العودة ابن الشيخ سلمان العودة وكشفه عن ما يتعرض له الشيخ سلمان في محبسه ومطالبة النيابة السعودية له بالقتل تعزيرا بتهمة الإرهاب. خلينا كده نشوف أشهر مقولة للإرهابي الشيخ سلمان العودة وهو يتحدث عن ما يسمى بالوسطية. يقول الوسطية هي الاعتدال في الحكم على الناس وعدم الظلم والاعتداء. بيقول كمان أمة وسطا لتكون شهداء على الناس، فمن ادعى الوسطية ثم وقع في التصنيف تناقض. هذا كلام الشيخ سلمان العودة عضو الاتحاد العالمي للمسلمين والداعية الإسلامي الذي يحاكم الآن بتهمة التطرف والإرهاب في السعودية. حساب معتقل الرأي ينشر تقريبا يوميا مجموعة من أقوال الشيخ سلمان العودة واللي بتدلل بطبيعة الحال على وسطية هذا الرجل.